واحد خمطين ايه اثنين خمطين ثلاثة خمطين أربعة خمطين خمطة يروى يا هاي ما أعطي هاي لك شو ده هو كارزة هاي هذا بلا قرب عز الله وصلنا ليش صدق جانا دورة السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام اليوم جايين هنا المنطقة هاي بيها صيد سمك نصيد سمك ومنا خلص نسوي لنا عشاء وإن شاء الله السفرة تنيل إعجابكم ولا تنسونا باللايك والاشتراك وشكرا حياك الله أبو عباس حياك الله نصبنا هذا الغازل وراح ندخل في النص على مود السبسة تشرد تشلب الغازل طالنا واحدة بعد. يا أبو خالد خوش أنا قريت له ولا أصدني. ما شاء الله. شوف. بين شباكه وهاي الشارقه المعدله البلطيه وهاي الحمريه جنب بنيه هسه يا اخوان راح نراويكم صيد مالتنا ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد
اكو حمرية كبيرة جوا. هاي لا اكو بعد واحدة جوا. وين؟ واحدة قاعدة بجرف نهر الفرات. شنو السمك بعيد هذا؟ حمري هذا صيدنا شيخوه. ترى طلع حمري ليش انت ضايع؟ والله يا اخوان حسين بس هاي شغله. لا تقفلي. تقفلي. أقول لك باع علي. باع ما اللوحة هذه فوق. ضربت أنا. شنو الشحم هاي شحم. أحسن. شنو؟ اخوان ليش البطون او الثرب مال الحمريه ما ينوكل؟ تعليقاتكم اهل الخبره. هذا من دون السمك البطن هاي الثرب مال الحمريه ما ينوكل. اصحاب الخبره علقونا بالله. كيف حالك عاد؟ والله كيف حالك؟ انت اللي غير تروح الله يعينك اذا تروح عندي. ها لا يابي الله رب لا يعافيك. كافي يا شاي. ها القاعده؟ اي والله ثلاث اشاي متربع ما راحت على الشاي. اه سيدك ما تو خلصوا 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 بالليل والله الله دخل ما خلق دخل. اكو فد واحد ايه توفى بدعمته سيارة واصدقاء ايه وياه جابوا له البيت قال له الحين شلون راح نفاجئ امرته خطية خاف تنصدم هاي المرة وهي فقيرة. قال خطبوا له بغير طريق. قال يا بي زوجتي تلعب قمار. قالت عسى بالمرض تكون وبالموت يكرفة. قال زوجك متزوج عليك. قالت تقول لي طب ابونا جنازه لي هسه جنازه. قال دخل لي ابو عباس. نعم تحدي واحد من المتابعين اي يقول ابو عباس اذا كمل هذا التحدي اذا رصيدي ب 25 خوش حكي. التحدي بمكان حرف السين تلفظ حرف الطاء وتعد من الخمسين للخمسة وستين. يلا بلش. واحد وخمطين اثنين وخمطين ثلاثة وخمطين أربعة وخمطين خمسة وخمطين. لك يا لك يا بي واحد وخمطين ايه اثنين وخمطين ثلاثة وخمطين أربعة وخمطين خمطة وخمطين سبعة وخمسين خمسين وخمسين
لا لا ما قصد طين ما قصد طين السيد شيلها طين 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 ما قصد طين ما قصد طين شيلها هذا طاء 9 و 59 59 ايه الجاشدون 60 طين ايه طبطين طبطين واحد طبطين اثنين طبطين لا طبطين قلت طبطين لا اربعة ما قلت اربعة طبطين اربعة طبطين سبعين قبل ايه طبطين اثنين طبطين لا طبطين اربعة طبطين اربعة طبطين قبل سبعين قلت طبطين شفت الطين خمسة الطين ايه خمسة ايه باشر ابو عباس نعم هاي قلاص مال ايش مال مي بي ماي هذا القلاص راح اغطي ايه غطي هاتشي بدون ما ارفع النايلون راح اشرب الماي شو اشربه بدون ما احرك النايلون ولا شيء اشرب الماي اشربه يلا ها غطي هسه غطيه واخريده واخريده هاي خلص مين؟ خلص قصدك والله وديك محمدي الدهن وين الدهن؟ جيب الدهن مرتضى مخلي هاي الجم تقرب هاي شوية طبعا رادين زهن زهن؟ لا عدل هذا ولا حبه تمام حمدين بدت الحركة والواوية بدت كمت الريحة طبعا يا اخوان هسه هتشي كل وقت عصر او مغرب الواوية كلها تظل تعوي هنا اعداد خيالية حزيت حط ما يطير الملح هاي تقرب يا هاي ما عاد تبقى هاي ما هاي الصينية المعدلة هاي الصينية معدلة يستاهلوا المشاهدين لا ترى المشاهدين لهنا يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو واتمنى من الفيديو نال اعجابكم اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك ويعطينا لايك وتعليق حلو مثلكم انتظرونا في حلقات جديدة ومع السلامة يا تفضلوا
عسى الله جاكم. شوف تصوير شنو واضح؟ ها؟ هذا راح يجينا طبعا الدنيا ظلمة بس هو الإنارة قوية بهذا الجهاز. هذا أولها شو خرى لكم الظلام هذا الظلام. هذا الظلام. بس الجهاز الإضاءة قوية. تصوير الليلة يطي. قال لي السلندر معلش ما له الضوء أنا. خلنا بالله قرب. عز الله وصلنا. ليش يصير صدق جاني دوره. أسير الله يصير.